بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أنا سأسطر عليك ولا أحدث بالأسئلة التي تجعلها طليعة، يعني لأن هذا. ما الحكم في من أفطر رمضان سنوات متعمدا وتاب؟ الإجماع نقله ابن عبد البر على أن من ترك الصيام عامدا أنه يعيد صيام الأيام التي أفطرها. تقول والدها يمنعها من الزواج كلما أراد الرجل أن يتزوج، كلما تقدم لها شخص رفض أبوها. قالت لأنني أشتغل في معمل وأجلب مالا كثيرا، فأبي يخاف إن تزوجت أن ينقطع العمل، هل يجوز لي أن أتزوج بغير إذنه؟ الولاية تنتقل من الأب إلى الجد، إن أبى الجد إلى الأخ، إن أبى الأخ إلى العم، إن أبى العم إلى ابن العم، العصابات أقرب فالأقرب. هذا إذا منعوها للعلة المذكورة والله أعلم. يا أخي انتقي أسئلة يا أخي كلها كده. ما حكم صلاة الجمعة في الخلاء مع العلم بوجود مسجد جامع؟ إذا كان المسجد لا يكفي المصلين فصلوا في الفضاء جاز. وعموما النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يسأل عن صلاة الجمعة مع جمعها مع العصر. أختار رأي القائل بالجواز إذ لا دليل على المنع والله أعلم. يقول سائق تاكسي قديم وعندي علي ديون، أريد أن أبدل هذا التاكسي بالتاكسي الجديد الأبيض، إن ألزمت فلا إثم عليك، إن كنت مختارا فابتعد. الرجل الذي مصاب بمرض الكلى هل يجوز له أن يتزوج؟ عليه أن يخبر من تقدم لها، فإن النبي قال من غشنا فليس منا. يقول نحن في المدينة الجامعية يوجد لدينا مسجد واحد كبير، ويوجد في كل مبنى من مباني المدينة مصلى في الدور الأرضي للصلوات الخمس وليس لصلاة الجمعة، هل لو صليت في المبنى الذي أسكن فيه في الجماعة الأولى أحصل على نفس أجر الذي يصلي في المسجد الكبير؟ كلما زاد العدد وكنت في المسجد الأصلي أجرك أعظم. لذلك بعض العلماء يريدون في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في 27، هناك رواية 27 ورواية 25 ورواية 23 ورواية 21، فيقولون التفاوت في الأجور لأمور منها حسن صلاة الإمام، حسن الصفوف، كثرة المصلين، فبناء على هذا تأتي التفاوتات والله أعلم. يسأل عن لفظة إنكم لن تبلغوا أذايا فتؤذوني، لا يصح بهذا اللفظ، إنما إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. هل يجوز لرجل أن يقول لأخيه عند الحلاقة نعيما؟ إن كانت أمورا جبلية لا يقصد بها التعبد ويقصد بها الدعاء، هي ليست سنة عن رسول الله، فالناس لا يقولون على أنها سنة. وعند الشرب هنيئا، إن سألت عن ورودي عن رسول الله فلم ترد، إن سألت عن هل هي بدعة لا أراها بدعة بهذا الذي يحدث في الأوساط المصرية، أنهم لا يتعبدون بهذا التعبد الذي قد تزعمه. هل حلق اللحية تشبه بالنساء؟ داخل في تشبه بالنساء، أما هل هو داخل في تغيير خلق الله؟ أراه بعيدا عن هذا والله أعلم. ما الفرق بين المني والودي؟ الودي بول لكنه بول ثخين، والمني الذي ينزل بشهوة ودفق ويتبعه فتور. هل صح شيء في الفن أن الفنان ملعون؟
لا ما أعرفش شيء في هذا الباب، لا أعرف أي حديث فيه ذكر الفنان. فنان هل يجوز البحث عن زوجة في الإنترنت؟ يعني سأظنها لن تكون من تلك الصالحات، بماذا أجيب يعني؟ الله أعلم. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة إسناده ضعيف على الراجح، والله أعلم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الآيات تشير إلى أن الخيل سخرت للركوب وزينة، فكيف يجوز أكلها؟ الآية لم تنفي الأكل، إنما أثبتت أنها زينة، لكن الأكل أبيح بالسنة. نحرنا فرسنا على عهد الرسول فأكلناه، قالت وأسماء، ورد من حديث جابر أيضا. يعني الأخ السائل بعيد عن السنة، يعني ناقش القضية لغوية بعيدة عن السنة، لكن سنة الرسول متممة ومبينة. شاب يوفر من راتبه مبلغا كل شهر حتى يستطيع الزواج، وبلغ النصاب ومر عليه حول، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. هل الذي يرضع من المرأة يكون أخا لمن يرضع من أمه في نفس الوقت أم في كل وقت؟ في كل وقت. يعني إذا المرأة أرضعت طفلا الآن وقبل 20 سنة أرضعت آخرين، كلهم إخوة ما داموا شربوا من ثدي واحد، رضعوا من ثدي واحد. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبهات الأسئلة كلها أحسن. لا يبهاتها أحسن كلها، لأن الأسئلة مكررة.